عصام يوسف. شفنا من الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة مدارس مصر، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الموسم الثالث لبرنامج العباقرة. في الموسم الثالث من العباقرة، يا ترى مين اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ويا ترى مين الطالب اللي حيفوز بكأس أفضل لاعب؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الثانية كل نقطة ب5000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في آخر الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 10,705,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. وصلنا لدور الـ16، ماتش مش سهل، والمدرستين اللي معانا أكيد استمتعوا بالفوز ومش هيفرطوا فيه بسهولة. أول مدرسة عدت من دور الـ32 بهدوء، مستواهم الموسم ده غير الموسم اللي فات، الخبرة فرقت. من الصعيد وحافظة أسيوط نرحب كلنا بمدرسة خديجة يوسف الثانوية البنات. مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات مؤسسة تربوية تعليمية تساهم في إعداد جيل متميز متمسك بالقيم الدينية والأخلاق السامية. تحرص على تنمية مهارات الطالبات من خلال الأنشطة المدرسية المختلفة وفي ظل مشاركة مجتمعية فعالة. تهدف إلى مواكبة التطورات العصرية والعلمية، وذلك من خلال تنمية النواحي المهنية للمعلم وتوثيق الروابط بين المعلم والمتعلم والاهتمام بعمليات التقويم المستمرة، كما تهدف إلى تنمية المستقبل الطالبات وتفعيل الأنشطة المدرسية. حماسة مدرسة خديجة يوسف للبنات 8 عباقرة، هيبتدي منهم 4 وأول واحدة فيهم لبنى أنور. استعدنا لدور الـ16 ان احنا زودنا معلوماتنا اكتر وبدانا ندور بشكل اعمق في المعلومات عشان نقدر نادي كويس. يعني المره دي هلاعب مدرسه الجونه، بس احنا هنكون ان شاء الله قد التحدي. ومنة اللايات. الماتش بتاع اللي فات كان دور 32، فكان اكيد الاسئله مش هتبقى صعبه قوي زي الماتش ده، وكمان المسؤوليه زادت لان هو ماتش يا تخسر يا تفوز، ما فيش فرصه تاني. وفاطمه محمود. الماتش اللي فات احنا كنا قلقانين عشان دي كانت اول مره، وكنا حاسين المدرسة اللي قدامنا كانت قوية فعلا، بس الحمد لله ان احنا فزنا. ان شاء الله وسط من الفوز بعد التحدي. رحمة ياسر. سبب فوزنا ان احنا كنا مفيش حد كان مقتصر عليه مجال معين، احنا كنا بنقرا مع بعض كل حاجة تقريبا وبنحاول ندور في اغلب المجالات. ان شاء الله وسط من الفوز وقد التحدي. خديجة يوسف الحمد لله على السلامة. مثلا نورتونا تاني. شكرا. دور الـ16، ازيك يا لبنى؟ الحمد لله. قولي لي يا لبنى، قبل ما نبتدي قلتي لي ان انت عايزه تقولي حاجه، عايزه تقولي ايه؟ هو انا كنت عايزه اقول ان احنا النهارده جايين هدفنا حاجه واحده بس، ان احنا نحقق حاجه في تطوير التعليم، علشان هي دي الحاجه اللي هتكون فعلا باقيه، هتفضل باقيه حتى لو متنا والناس اللي بعدين هتستفاد منها بكتير اكتر من الكاس. ودي احسن حاجه. شكرا يا لبنى، بالتوفيق يا لبنى. منى ازيك يا منى؟ الحمد لله تمام. قول لنا بقى عملت ايه الماتش اللي فات؟ لا 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 قولي لي ما عملتش حاجة. ما عملتش حاجة. الماتش ده متوقعين منك ان تعملي حاجات كتير جدا ان شاء الله. الماتش ده صعب، دور الـ16. طبعا جاهزة منا ان شاء الله. بإذن الله. بالتوفيق يا منا. فاطمة أعصابك بايظة أنا عارف، دايما قبل الحلقة بترقصي وبتتنطشي وبتعملي كل حاجة، أول ما تقعدي على الكرسي ترجعي تعملي كده، صح؟ بالظبط. جاهزة يا فاطمة؟ إن شاء الله. قلقانة؟ يعني. بالتوفيق يا فاطمة. إن شاء الله. رحمة أفضل لاعب 65 نقطة، هنحيي كلنا رحمة. احساسك ايه بكلمة افضل لاعب؟ احساس حلو جدا ان احنا ان كلنا. خلي بالك افضل لاعب ده ممكن نلاقيه بيلعب على افضل لاعب في الثمانية. فده موضوع مش سهل يعني. ولبنى هتنافسك عليه النهاردة. مش هزار يعني. ان احنا بنشرف المدرسه بان احنا فينا غير ان احنا تاهلنا، ان احنا طالع من عندنا احسن لاعب، ده شيء عظيم من مدرستنا ومحافظتنا طبعا. انت بتشرفي المدرسه وبتشرفي اسيوط وبتشرفي مصر يا رحمه. بتوفيق خديجه يوسف. اما المدرسه الثانيه فهي كسبت الماتش اللي فات عن جداره. ولاد وبنات عايشين جنب البحر،
في منطقة ساحرة من محافظة البحر الأحمر، هنرحب كلنا بمدرسة الجونة الدولية. مدرسة الجونة الدولية للغات تأسست عام 1998 بمنتجع الجونة السياحي التابع لمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر. تهتم بتوفير خدمة تعليمية على أرقى مستوى وفق منظومة حديثة ومتكاملة. تضم المدرسة قسمين، قسم دولي مانح للشهادة البريطانية IGCSE يشمل جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، هذا بالإضافة إلى قسم مصري لغات مانح لشهادة الثانوية العامة المصرية يبدأ من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي. كما يتم تدريس دبلومة DSD للطلبة الراغبين في دراسة اللغة الألمانية كلغة ثانية. هيمثل مدرسة الجونة الدولية 8 عباقرة، هيبتدي منهم 4 وأول واحد فيهم بشوي عادل. الغلط اللي احنا وقعنا فيه الماتش اللي فات هو التردد، كنا فيه اسئله كتير عارفينها بس مش عايزين نجاوب، كنا خايفين، بس المره دي هنحاول ما نترددش وندوس على البيتر بسرعه، واثق من الفوز وقد التحدي. وليد يا صام، الفرق بين الماتش اللي فات والماتش ده ان الماتش ده اكيد هيبقى اصعب عشان الاسئله هتبتدي تصعب والمدارس اللي هنقابلها هتبقى اقوى، واثق من الفوز وقد التحدي. وكارلوس عادل، حاسس ان الماتش دوت مش اسهل ومش اصعب بس هيبقى فيه سنة ريسك، احنا مش عارفين احنا هنلاعب مين النهارده بس احنا قد التحدي. ويوستين عادل، في الماتش اللي فات كنت قلقانه اكتر عشان اول مره ندخل برنامج واول مره ندخل التجربه دي، السبب في فوزنا المره اللي فاتت ان احنا كلنا اعتمدنا على بعض وكنا كلنا مذاكرين كويس، واثقه من الفوز وقد التحدي. الجونة الحمد لله على السلامه، ازيك يا بشوي؟ الحمد لله تمام. قول لي جاهز الماتش النهارده؟ جاهز الماتش النهارده. الماتش اللي فات كان في مشاكل كتير عشان ما كناش متعادلين، كان في مشاكل بالظبط كده، مش هنخش في المشاكل، خلينا في الحاجات الايجابيه. جاهز؟ جاهز. بالتوفيق يا بشوي. ازيك يا ليديا؟ الحمد لله تمام. 3 ضربات جزاء حسمت 25 نقطه كانوا مهمين جدا. جاهزه يا ليديا؟ جاهز. قولي لي استعديتي بحاجه جديده المره دي؟ شويه. عملتي ايه؟ ذاكرت معلومات اكتر ودورت في مجالات تانية. هنشوف هتعمل ايه النهارده. بالتوفيق يا ليديا. ازيك يا كرولوس؟ الحمد لله. سؤال التاريخ انت صح؟ تمام؟ قول لي جاهز؟ ان شاء الله. الان؟ لا مش الان. ازاي؟ مش الان. انت بتلعب مدرسه قويه عشان تبقى فاهم، خديجه يوسف ما بيهزروش. ما بخافش. ما بتخافش. بالتوفيق يا كرولوس. ان شاء الله. يوستينا بس بلاير، افضل لاعب، هنحييها كلنا. عشان تبقوا عارفين يوستينا هي اللي كسبتكم الماتش اللي فات، عشان تبقوا عارفين هي دي الحقيقه. جاهزه يا يوستينا؟ جاهزه. قلقانه؟ لا. مش قلقانه انت كمان؟ لا لا لا. ايه الفريق اللي ما بيقلقش ده؟ هنشوف هيحصل ايه. وبالتوفيق للجونه الدوليه. العباقره في الموسم الثالث، 5 فقرات: العلم، المعرفه، الفنون، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. قبل كل فقره بنشرح كل حاجه، وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. سؤال السرعة مفيش عليه نقط، بس عايزين نعرف مين المدرسة اللي هتجاوب إجابة صحيحة علشان تبتدي الأول. السرعة والسؤال هو: ما هي عاصمة العراق؟ شفتوا بقى؟ شفتوا فاطمه بقى المره دي؟ المره دي بقى تخصص سرعه صح؟ اجابتك يا فاطمه بغداد. بغداد هتبتدي الاول، اجابه صحيحه. بغداد هي الاجابه الصحيحه، وبكده خديجه يوسف هي اللي هتبتدي الاول. واول حاجه هنبتدي بيها هي فقره العلم. العلم. العلم 4 اجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. كل مدرسة هتاخد سؤال بعشر نقط، ما عرفتش تجاوب المدرسة التانية هيبقى من حقها تجاوب. بس احنا عارفين في الموسم التالت بقى معانا حاجة جديدة. منا، ورينا منا جوكر. بالظبط كده. ليديا، وريني الجوكر يا ليديا. بالظبط كده. تمام. هنستخدم الجوكر مرة واحدة بس. انتوا عارفين خلاص. أول سؤال ليكم. في الجغرافيا في جوكر ولا ما فيش جوكر؟ لا مفيش. مفيش جوكر. جغرافيا، والسؤال هو: في أي دولة توجد مدينة
ولا لامبور؟ ماليزيا. يا عاصمة ماليزيا. ما هي عاصمة ماليزيا. ماليزيا منا. إجابة صحيحة. كان ممكن يبقوا 20 نقطة صح ولا غلط، بس انتوا قلقتوا المرة اللي فاتت. من المرة اللي فاتت صح كده. خديجة يوسف 10، الجونة ما عندهمش نقط بس عندهم سؤال في الجغرافيا. في جوكر ولا فيش جوكر؟ في جوكر. اه في جوكر. جغرافيا، والسؤال هو ما هي الدولة الأكثر إنتاجا للذهب؟ لا لا ولا بصوا 20 ثانية ما اتكلمتوش مع بعض، وليدي عايزة تدوس وستينا ما بصتش ودست على البازر. وإجابتك؟ جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا. آه إجابة خاطئة. جات لك الفرصة تخطفوا 20 نقطة. جربي جربي قبل الاختيارات. في إجابة ولا فيش إجابة؟ منا إجابتك غانا. غانا. منا غانا. إجابة خاطئة. خلي بالكم الاختيارات دلوقتي بعشر نقط، يا عشر نقط زائد يا عشر نقط ناقص. جاهزين؟ والاختيارات هي استراليا، الصين، بيرو، السودان. كرولوس محدش يتكلم معايا. استراليا. استعجلت وقلت استراليا، واستراليا بعشر نقط. إجابة خاطئة. أما الإجابة الصحيحة الصين. الصين بتنتج 355 ألف كيلو جرام في السنة. وبكده الجونة ناقص 10 وخديجة يوسف 10. وخديجة يوسف دلوقتي عندكم سؤال في التاريخ. في جوكر؟ في جوكر. سؤال بعشرين نقطة. خلي بالكم العشرين ممكن يروحوا من هنا يروحوا هنا. جاهزين؟ إن شاء الله. تاريخ، والسؤال هو حرب الأفيون الثانية بين الصين ودولتان، فمن هما؟ الكاونتر نزل. الصين حربت اتنين في حرب الأفيون الثانية، هما مين؟ خدتوا عشر ثواني. إجابتك يا رحمة. كوريا واليابان. كوريا واليابان على عشرين نقطة. وكوريا واليابان إجابة خاطئة. فرصة إن انتوا تتعادلوا. كرولس إجابتك تقريبا كانت إندونيسيا و تقريبا و واليابان. تقريبا إندونيسيا واليابان. إندونيسيا واليابان بعشرين نقطة. إجابة خاطئة. استعدوا للأربع اختيارات بعشر نقط يا ناقص عشر نقط. والاختيارات هي روسيا وبريطانيا، بريطانيا وفرنسا، البرتغال وبريطانيا، النمسا وبريطانيا. في إجابة ولا فيش إجابة؟ خديجة يوسف ما فيش إجابة طبعا. خلاص بقى اتعلمنا صح؟ اتعلمنا ما فيش هزار. الإجابة الصحيحة بريطانيا وفرنسا. الحمد لله. كنت هتقولوا ايه بقى؟ روسيا وبريطانيا. كنت هتقولوا روسيا وبريطانيا. الحمد لله كنت نزلتوا 10 نقط، كنت عملتوا زي كرولس. السؤال الثاني في التاريخ لمدرسة الجونة، سؤال ب 10 نقط، والسؤال هو في أي قرن ميلادي فتح عمرو بن العاص مصر؟ في أي قرن ميلادي فتح عمرو بن العاص مصر؟ القرن الكام؟ فاضل عشر ثواني. أربع ثواني. مش هتخسر حاجة. هتخمن شكلك. فاضل كرولوس. القرن السابع. القرن السابع. تخمينة. صح؟ كنتوا كام يا كرولوس؟ كنا سالب عشر. هنبتدي من الأول. إجابة صحيحة. عشر نقط مهمين جدا يا كرولوس. القرن السابع الاجابه الصحيحه. وبكده الجونه ما عندهمش نقط وهيبتدوا المباراه من الاول. خديجه يوسف 10. وعندنا دلوقتي سؤالين في الادب، واول سؤال لخديجه يوسف، والسؤال هو من
هو مؤلف قصيدة عقاب الهجر. فاضل 7 ثواني. رحمة. خليل مطران، شعر القطرين. إجابة خاطئة. دلوقتي كورولوس هيخمن. بشوية قال لك إيه، كفاية أشيل من على أخويا شوية، أريح أخويا شوية، صح؟ عادي أخمن أنا. أخمن أنا صح، يعني هو عشان أكبر مني هيخمن لوحده. مين بقى؟ المتنبي. والله حاولت، والله يا بشوية حاولت. صدقني يا صدقني، أنا مصدقك، أنا مصدقك. بشوي، إجابة خاطئة. استعدوا للأربع اختيارات، والاختيارات هي الشنفري، جرير، عنترة بن شداد، الجاحظ. لا لا بلاش منهم، مين بقى؟ محدش قادر، يعني محدش قلبه بيطوعه، صح؟ طيب خلاص كده مفيش إجابة. كنت هتقولوا مين؟ عنترة. كنا هنقول عنترة برضه. وانتوا الاثنين تخيلوا، انتوا الاثنين صح. عنترة بن شداد هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة ما زالت 10 خديجة يوسف. الجونة الدولية مفيش نقط، والجونة الدولية عندكم سؤال في الأدب ب10 نقط. والسؤال هو، من هي مؤلفة رواية الحجرة؟ روم. من هي مؤلفة رواية الحجرة؟ روم. ده اتعمل فيلم في 2016 كمان. 10 ثواني. فاضل 5 ثواني. 2-1. خلاص كده عندكم فرصة تخطفوا 10 نقط. في إجابة ولا فيش إجابة؟ رحمة طبعا فاطمه قالت لك ودبستك ورحمه. سيناريو بيتكرر في كل سؤال. كويس، حلو قوي، اتحفينا يا رحمه. دانيالا ستيل. دانيالا ستيل. دانيالا ستيل على 10 نقط. اجابه خاطئه. استعدوا للاربع اختيارات، 5 نقط يا ناقص 5 نقط. والاختيارات هي اما دونكيو، آن راتكليف، سوسن كولينز، ومارغريت ميتشل. مفيش إجابة ولا في إجابة؟ لا مفيش إجابة، محدش عايز يجازف. تمام، كنت هتقولوا إيه؟ سوسن كولينز. سوسن كولينز، كويس. وإنتوا كنت هتقولوا إيه؟ إيما دونج. إيما دونج. أنا مش معاهم. أنت مش معاهم؟ طب بصوا بقى، أنا في رأيي ان انتوا تقعدوا كرولس مع الاحتياطي، لان ايما دونجي اجابة صحيحة. اروح بقى، والله اروح. وبكده النتيجة ما زالت 10 خديجة يوسف. الجونة الدولية لسه ما فيش نقط، وعندنا دلوقتي سؤالين في العلوم. واول سؤال لخديجة يوسف، جاهزين؟ عندكم 20 ثانية ما تستعجلوش. والسؤال هو، ما الاسم العلمي لجهاز كشف الكذب؟ جهاز كشف الكذب الاسم العلمي بتاعه ايه؟ فاضل 10 ثواني. 5 ثواني. 1. قعدتوا تتناقشوا لغاية لما الوقت خلص. خلاص في إجابة للجونة؟ لا مفيش إجابة. الأربع اختيارات، استعدوا، يا 5 نقط يا ناقص 5 نقط. والاختيارات هي راديوميتر، فوتوميتر، بوليغراف، ميكروميتر. بوليغراف. بوليغراف. بتخمن زي اخوك ولا عندك اجابه؟ لا، يوستينا قالت حاجه قريبه منها. يوستينا قربت، صح؟ لو حاجه او هي قالت كده، فانا اول ما ظهرت بشوي كسبت 5 نقط. اجابه صحيحه، بوليغراف هي الاجابه الصحيحه. وبكده النتيجه اتغيرت، 10 خديجة يوسف، 5 الجونة الدولية. والجونة الدولية عندكم آخر سؤال ب10 نقط في العلوم. جاهزين؟ جاهزين. والسؤال هو، ما هو الرمز الكيميائي للهيليوم؟
بصوا عملت ازاي في الاربعه؟ عندكم 20 ثانيه، يا اما تاخدوهم كلهم يا اما ما تاخدوش ولا ثانيه، وانتوا الاربعه مع بعض. اجابتك يا ليديا اتش اي. اتش اي على 10 نقط، وكرولوس بيسقف لها. اجابه صحيحه. اتش اي الاجابه الصحيحه. وبكده النتيجه 15 الجونه الدوليه 10 خديجه يوسف. فاصل وهنرجع لكم مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 25 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 125 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. ورجعنا لكم مرة تانية مع العباقرة، ومباراة مهمة جدا في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. خديجة يوسف 10 15 الجونة الدولية. ودلوقتي الجونة الدولية حصل عندنا تغيير، بافلي إيهاب وكريم هاني نزل مكان الأخين بشوي وكرولوس. ازيك يا بافلي؟ الحمد لله. جاهز؟ إن شاء الله. كريم ازيك يا كريم؟ تمام. جاهز؟ تمام. مستعد؟ بالتوفيق. وحصل عندنا تغيير في خديجة يوسف، نزلت سهى مكان منا. ازيك يا سهى؟ الحمد لله. جاهزة يا سهى؟ ان شاء الله. يلا بالتوفيق. ودلوقتي هنبتدي الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أجزاء: معلومات عامة، رياضة، قدرات ذهنية، وتكنولوجيا. وأول حاجة بنبتدي بيها واحد لواحد، معايا رحمة وليديا، اتفضلوا. سؤال بعشر نقط في المعلومات العامة، هنشوف مين اللي هياخد العشر نقط دول. ازيك يا رحمة؟ الحمد لله. جاهزة؟ ان شاء الله. ازيك يا ليديا؟ الحمد لله. عشر نقط مهمين. معلومات عامة، والسؤال هو: لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ اجابتك؟ لأن ليس به سمك. ليديا إجابة خاطئة. رحمة عندك فرصة تاخدي 10 نقط، عندك إجابة؟ أه. هتحكي لي حكاية ولا لا 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 أي إجابة. طب دوسي على البازر وقولي. لشدة ملوحته. رحمة إجابة صحيحة. اتفضلوا. وبكده النتيجة 20 خديجة يوسف 15 جونة الدولية، ومعايا كريم وفاطمة. إزيك يا فاطمة؟ الحمد لله. بتلعبي إيه يا فاطمة؟ كرة طايرة. بتلعبي كرة طايرة؟ بتعرفي تلعبي ولا أي كلام؟ لا بعرف. كريم بتلعب إيه؟ قدم. كرة بتلعب إيه؟ يعني مركز يعني؟ إيه؟ نص مدافع. نص مدافع؟ حلو المركز ده، مهم جدا. بتحبي مين؟ في المركز الأعلى أو في المركز ده؟ في المركز ده بحب حسام غالي. تحية لكابتن مصر الكابتن حسام غالي. رياضة، والسؤال هو: ما هو النادي الأكثر تتويجاً بالدوري المصري لكرة اليد؟ كرة اليد مين؟ نفكر. الزمالك. الزمالك، احنا طبعاً عارفين إن الزمالك ملوك الصالات معروفة، بس يا ترى هو الأكثر تتويجاً؟ فاطمة إجابة خاطئة. محتاج تفكر في إجابة ولا فيش إجابة؟ في إجابة تدوس على البازر. إجابتك؟ الأهلي. أنت طبعاً بتسألني صح؟ عشان أنت أهلاوي وحسام غالي فأقول الأهلي صح؟ إن شاء الله تبقى هي. نجرب، مش هنخسر حاجة. بص يا فاطمة، هو فعلاً الزمالك ملوك الصالات، وهو أكتر واحد من مصر واخد كأس أفريقيا لكرة اليد، واخدها 9 مرات، والأهلي واخدها 5. والأهلي كمان إجابة صحيحة بـ10 نقط. الأهلي الإجابة الصحيحة، الأهلي فاز بـ19 بطولة والزمالك بـ16. النتيجة 25 الجونة الدولية 20 خديجة يوسف. ودلوقتي عندنا سؤال في القدرات الذهنية، ومعايا لبنى ومعايا بافلي. قدرات ذهنية، والسؤال هو: 6 × 6 + 6 / 6 / 6 سبعة وثلاثين.
37 ولا كلمة. خلاص 37 إجابة خاطئة. استعجلت يا بابا. لبنى عندك إجابة؟ اتفضلي دوس على البصر. إجابتك واحد. حسبتيها إزاي يا لبنى؟ 6 في 6 ب 36 زائد 6 42 على 6 7 ناقص 6 1. لبنى عندي إجابة بقى. إجابتك يا بابلي 31. 31 وانت إجابتك واحد. طب انت قلت 37 ليه؟ نسيت نيجاتيف 6. نسيت النيجاتيف 6 عشان كده إجابة خاطئة. لبنى الإجابة الصحيحة 31. تفضلوا 10 نقط كانوا سهلين جدا وضيعتوهم من ايديكم انتوا الاثنين. النتيجة ما زالت 20 خديجة يوسف 25 الجونة الدولية. ودلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا لسهى ويوستينا. ازيك يا سهى؟ الحمد لله. اول سؤال ونزل واحد لواحد. ألانا؟ لا يعني سؤال سهل في التكنولوجيا او من وجهة نظرنا سهل. هنشوف تكنولوجيا. والسؤال هو ما هو المصطلح الآخر الذي يطلق على CPU؟ إجابتك يا سهى؟ وحدة المعالجة المركزية وبالإنجليش Central Processing Unit. لا بصي إحنا سألنا على المصطلح الآخر مش سألنا CPU يعني إيه؟ انت قلتي معناها ايه صح بس المصطلح التاني ليها ايه. هديكي فرصتك. انت دايس على البازر عندك اجابه هاخدها صح لو قلتي المصطلح الاخر. انت حولتي السي بي يو لكل حرف الكلمه صح بس احنا طلبنا على المصطلح الاخر مش المعنى الرمزي لكلمه سي بي يو. اجابتك ذاكره مشوشه. الذاكره مشوشه على 10 نقط. للأسف الشديد يا سوا إجابة خاطئة. للأسف لو عندك الإجابة هتخطفي 10 نقط. في إجابة تدوس على البازر. لا مفيش. مفيش إجابة. تفضلوا الإجابة الصحيحة المايكرو بروسيسور معالج دقيق. هات لك يا سوا. أنت كنت عارفة سي بي يو يعني إيه بس مش عارفة المصطلح الآخر ليها ايه. هارد لك. وبكده النتيجة ما زالت 20 خديجة يوسف 25 الجونة الدولية. ودلوقتي عندنا 4 أسئلة ب40 نقطة وأول سؤال في المعلومات العامة. والسؤال هو ما هو الحيوان الذي يأكل صغاره عند جوعه؟ بابلي إجابتك. ما عادش يتكلم معايا. إجابتك بابلي القطة. إجابة خاطئة. في إجابة؟ لبنى إجابتك. التمساح. لبنى إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة بصوا على الشاشة الدب القطبي. السؤال التاني في الرياضة والسؤال هو ما هو الفريق الأكثر حصولاً على الدوري الفرنسي لكرة القدم؟ إجابتك يا فاطمة. باريس سان جيرمان. إجابة خاطئة. فرصة تخطف 10 نقط. كريم. ليون. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة سانت تيان. سانت تيان كسب 10 مرات لغاية دلوقتي. النتيجة ما زالت 20 خديجة يوسف 25 الجونة الدولية. ودلوقتي عندنا السؤال الثالث في القدرات الذهنية. والسؤال هو إذا كانت نسبة الأسمنت والماء في الخرسانة هي 2-3 على الترتيب وكان وزن الخرسانة يساوي 230 كيلوغرام فكم عدد كيلوغرامات الأسمنت؟ الكاونتر نزل. سؤال 345. 345 وفات 7 ثواني. ليه ما خدتيش وقت تفكري؟ استعجلتي ليه يا سهى؟ سهى إجابة خاطئة. الجونة في إجابة؟
بعمل إجابتك. 90. 90. مش عارف. بابلي إجابة خاطئة. بص على الشاشة وشوف الفرق كان قد إيه يا بابلي. بالظبط كده 92. نتيجة ما زالت 20 خديجة يوسف، 25 الجونة الدولية. عندنا آخر سؤال في التكنولوجيا، سؤال بعشر نقط، والسؤال هو إلى ماذا يرمز اختصار TIFF؟ TIFF يرمز إلى إيه؟ 10 ثواني، 5 ثواني، 1. يعني يا سهى يا سهى، سي بي يو، كنت عارفة سي بي يو، مش عارفة تي اي اف. لا اف ليه؟ اقروا على الشاشة. تاجد ايمج فايل فورمات. بصراحة المباراة دي السكور فيها وحش جدا، احنا مستغربين، المدارس اللي بتتفرج علينا اكيد زعلانين جدا، خلي بالكم وانتوا كده مش بتساعدوا زي ما انت قلت يا لبنى لتطوير المدارس الحكومية. احنا محتاجين نقط عشان تتحول لفلوس عشان نقدر نطور المدارس الحكومية في مصر. فاصل وهنرجع لكم مرة تانية مع فقرة الفنون والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 20 نقطة في فقرة المعرفة، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 225,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. ورجعنا لكم مرة تانية مع العباقرة ومباراة في دور ال 16، وهفكركم النتيجة 20 خديجة يوسف، 25 الجونة الدولية. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، الفنون 4 أجزاء: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. 8 أسئلة ب80 نقطة، وإحنا محتاجين نقط. خديجة يوسف عندنا تغيير، نانسي ومنة مكان فاطمة وسهى. ازيك يا نانسي؟ الحمد لله تمام. نازله فقره الفنون. ايوه. نزلتي الماتش اللي فات. ايوه. بتحب الفنون جدا. جاهزه؟ جاهزه. بالتوفيق يا نانسي. منى رجعتي تاني يا منى. بص يا منى، انت شايفه الاسكورات مأساة. محتاجين نقط ان شاء الله. دلوقتي هنبتدي بالسينما والمسرح، سؤالين ب20 نقطه، والسؤال هو اكس لارج من بطوله احمد حلمي، فمن هو مؤلف الفيلم؟ مين اللي ألف فيلم اكس لارج؟ فاضل 10 ثواني. راح ما اجابتك. ايمن بهجة قمر. بتسأليني يعني نعم ان شاء الله صح. وخطفت البازر وجاري وبتاع وبرافو عليك، خدت 10 نقط. ايمن بهجت قمر هو الاجابه الصحيحه، وكده النتيجه اتغيرت 30 خديجه يوسف، 25 الجونه الدوليه. ودلوقتي السؤال الثاني في السينما والمسرح، والسؤال هو من لعب دور عالم الرياضيات جون ناش في فيلم السيره الذاتيه A Beautiful Mind؟ نانسي جابتك. راسل كرو. راسل كرو على 10 نقط، اجابه صحيحه. راسل كرو هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا نانسي. نانسي نانسي هو ده الحماس ونقط ونطور التعليم ونعمل فلوس. أنا قلت لحضرتك هنطور إن شاء الله. هنطور. نانسي اتفرجت على فيلم؟ فيلم حلو جدا. فيلم جميل. فيلم جميل جدا، برافو. غيرت النتيجة، النتيجة 40 خديجة يوسف، 25 الجونة الدولية. ودلوقتي عندنا سؤالين في الأغاني والموسيقى، والسؤال هو
أغنية المصري في فيلم سكوت هنصور للراحل يوسف شاهين. فلمن هذه الأغنية؟ لطيفة. رحمة. صح 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 صح. إجابة صحيحة. برافو رحمة. لطيفة هي الإجابة الصحيحة. برافو رحمة. النتيجة اتغيرت 50 خديجة يوسف 25 الجونة الدولية. والجونة الدولية في مشكلة، اتخطف منهم شوية نقط في ثواني. 30 نقطة بثلاث أسئلة، محتاجين تركزوا. تاني سؤال في الأغاني والموسيقى، وهنسمع أغنية الأول. والسؤال هو: أغنية Better When I'm Dancing من فيلم The Peanuts، فلمن هذه الأغنية؟ منا سيلينا جوميز. إجابة خاطئة. يوسينا إجابتك ميغان ترينر. ميغان ترينر. يوسينا برافو عليك يا عشر نقط. ميغان ترينر هي الإجابة الصحيحة بعشر نقط، وكده النتيجة اتغيرت 35 الجونة الدولية 50 خديجة يوسف. ودلوقتي عندنا سؤالين في اللوحات والمعالم، كل سؤال بعشر نقط. والسؤال الأول هو: في أي قارة تقع شلالات نياجرا؟ نياجرا فولز. ليه دي أجابتك؟ كندا. أنا سألت على قارة. سوري، أمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية. كندا أمريكا الشمالية. صح. إجابة صحيحة. أمريكا الشمالية الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 45 الجونة الدولية 50 خديجة يوسف. هو ده الماتش اللي أنا متعود عليه من المدرستين، هو ده. 10 نقط هنا و10 نقط هنا، ونتحرك ونطور المدارس يا لبنى ونعمل شغل محترم، هو ده الكلام. جاهزة يا لبنى؟ إن شاء الله. لوحات ومعالم، والسؤال هو: رسم بابلو بيكاسو اللوحة في خمسينيات القرن الماضي، ما اسمها؟ ثانية واحدة منا، محدش يتكلم معاها. إجابتك إيه؟ جرنيكا. مش سامع. جرنيكا. رينيكا. جرنيكا. 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 غلط صرحت فيها. جرنيكا على 10 نقط، وفات ثانيتين واستعجلتي. منا إجابة خاطئة. جونة في إجابة ولا فيش إجابة؟ لا ما فيش إجابة. أنا شفتها بس مش فاكرة اسمها خالص. دلوقتي بص على الشاشة هتعرفي اسمها. نساء الجزائر. النتيجة ما زالت 50 خديجة يوسف 45 الجونة الدولية. ودلوقتي عندنا آخر سؤالين في الفقرة في سرعة البديهة. أول سؤال هنشوف فيديو الأول. والسؤال هو: كم قطعة حلوة تم أخذها؟ كريم إجابتك. ستة. ستة بعشر نقط. إجابة صحيحة. برافو كريم، خطفت البازر من خديجة يوسف، وبكده النتيجة اتغيرت 55 الجونة الدولية 50 خديجة يوسف. آخر سؤال في الفقرة، والسؤال هو: ما الذي يظهر في الصورة؟ نانسي إجابتك. كرة سلة. كرة سلة. إجابة صحيحة بعشر نقط. برافو يا نانسي، عشر نقط مهمين جدا، غيرت النتيجة. بقت النتيجة 60 خديجة يوسف
55 الجون الدولية. فاصل وهنرجع لكم مرة تانية مع فقرة ضربات الجزاء والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة الفنون، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 350 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 575 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. ورجعنا لكم مرة تانية مع العباقرة ومباراة في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. خديجة يوسف 60، الجونة الدولية 55. ودلوقتي مع أصعب فقرة وأهم فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء في دور ال 16 ضربات الجزاء بقت ب 30 نقطة. مدرسة واحدة بس هي اللي هتاخد ال 30 نقطة. قبل ما نبتدي فاطمة رجعت وكرولوس رجع، وهنبتدي وهنشوف مين أول حد هيحرز أول هدف. فاطمة وكرولوس زي ما نزلتوا هتبتدوا معايا، اتفضلوا. فقرة صعبة والنتيجة قريبة. ازيك يا فاطمة؟ لا أحسن من الماتش اللي فات. الماتش اللي فات كنت أعصابك متوترة. أيوه كده بالظبط كده. ازيك يا كرولوس؟ الحمد لله رجعت تاني. طيب هنخلط الورق ونشوف ايه اللي هيحصل. وأول سؤال جغرافيا، والسؤال هو في أي بلد تقع شلالات إنجل؟ إنجل فولز. إجابتك فنزويلا. فنزويلا هدف الأول. برافو يا فاطمة، برافو يا فاطمة، برافو يا فاطمة، الهدف الأول. يوستينا اتفضلي. خديجة يوسف معاهم هدف، هنشوف يوستينا هتعمل ايه. يوستينا الهدف الثاني يتعادل، هيبان. رياضة، والسؤال هو كم إجمالي عدد قطع الشطرنج للفريق الواحد؟ شطرنج كل فريق بيبقى عنده كام؟ إجابة 16. 16 الهدف الأول. برافو يا سينا، هدف مقابل هدف. منا ازيك يا منا، هدف مقابل هدف، والنتيجة كمان قريبة 60-55. وهنشوف الهدف الثاني لمين. معلومات عامة، والسؤال هو ما هي اللغة الرسمية في النمسا؟ ألمانيا. ألمانية. ألمانية واللغة الألمانية. اللغة الألمانية الهدف الثاني. برافو يا سينا، اللغة الألمانية الهدف الثاني. وبكده النتيجة هدفين مقابل هدف. لبنى جت. ازيك يا لبنى؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. جاهزة؟ ان شاء الله. هدفين مقابل هدف. قدرات ذهنية، والسؤال هو ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ القلم. القلم إجابة صحيحة. برافو عليك، هدفين مقابل هدفين. برافو يا لبنى، خطفت البازر من يوستينا. يوستينا كانت بتفكر، ما عارفش بتفكر فين. لا انا كنت عارفاها دي. طبعا لسه انا عارفاها، سهله جدا سهله. ولبنى خطفت البازر، مفيش هزار هنا، هنا مفيش هزار. هدفين مقابل هدفين. ازيك يا كريم؟ تمام تمام. وجاي قلقان، مالك كده؟ اما طبيعي في موقف زي بقى قلقان. احنا لسه قدامنا هدفين و30 نقطة، هنشوف الهدف الجاي في ايه. قدرات ذهنية، والسؤال هو 70 ناقص 8 زائد 50 في صفر. اجابتك صفر. ازاي حسبتيها صفر؟ اي حاجة في صفر بصفر. خلاص 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 خلاص. ما تقوليش إجابة خاطئة. جاتك الفرصة تخطف الهدف الثالث. عندك إجابة تدوس على البازر. إجابتك 62. 62 حسبتها إزاي؟ أول حاجة بعمل تايمز، ف 50 تايمز 0 ب 0 70 ماينس 8 62.
62-62 للهدف الثالث. 62 الإجابة صحيحة، 3 أهداف مقابل هدفين. ودلوقتي معانا رحمة، اتفضلي يا رحمة. 3 أهداف مقابل هدفين، يا الهدف الرابع يا الهدف الثالث. الدعوات في الجمهور، هنشوف هيحصل ايه. رياضة، والسؤال هو كم عدد لاعبي فريق رياضة الكرة القاعدة البيسبول؟ إجابتك 4. البيسبول 4. 4 يا رحمة، إجابة خاطئة. بص يا كريم، استنى يا كريم، وهقول الإجابة صح واخد 30 نقطة. هتستنى وهدوس وهتقول الإجابة صح وتاخد 30 نقطة إن شاء الله. واثق من نفسك؟ دوس. إجابتك 9. أنت بتلعب بيسبول؟ لا. ما اللي عرفت منين انهم 9؟ ولو متاكد او متاكد منين؟ قال المعلومه، قال المعلومه. عشان كده هدف الرابع هو كريم. 9 الاجابه الصحيحه. برافو يا كريم، غطفت 30 نقطه وغيرت النتيجه، وبقت النتيجه 85 الجولة الدوليه، 60 خديجه يوسف. المباراة ابتدت ضعيفة جدا. هو احنا كنا متفقين على حاجة بس اتغيرت في اخر دقيقة، ابتدى الأداء يختلف. أنا معرفش، أنا دست ما نورش، بس يمكن هي أخرته قبل مني. من أول ما كارلوس خرج اضطرت جدا، يعني خفت إن أنا برضه مش عارفة أجاوب. مع ضربات الجزاء طبعا الموضوع اختلف. لا ماتش حلو صراحة، أصعب من الماتش اللي فات بكتير بكتير جدا. احنا كسبنا في ضربات الجزاء، ده طبعا فرق في سكور، وانا واثقه فريقي ممكن نكسب. مفيش حد ضعيف هيوصل لدور ال16، فاكيد لازم نعمل حساب الفريق اللي قدامنا انه هيكون قوي على الاقل زينا. المباراه قريبه، 5 نقط هنا 5 نقط هنا. انا واثقه في فريقي جدا، اي حاجه ممكن تقلب في ثانيه. خديجه يوسف خلي بالكم، المباراه لسه ما انتهتش. انتوا فاهمين كويس ولعبتوا فاهمين، المباراه دي مش هتخلص غير في اخر سؤال، لان احنا عندنا اخر فقره واصعب فقره واخطر فقره، فقره عجله الحظ. عجله الحظ، عجله الحظ احنا خلاص عرفناها، يا اما 5 نقط يا ب 10 نقط يا ب 15 20 25 او 30 او الجوكر. طبعا الجوكر خلاص عرفنا انه 30 نقطه، والمدرسه هي اللي هتختار موضوع السؤال، واول حد هيلف عجلة الحظ نوع. اتفضل يا نوع، شوف نوع هتجيب ايه. يلا نوع، لفه كامله يا نوع. دي مش لفه كامله، دي 4 لفات. شوف نوع هتجيب ايه. جوكر 10 10 نقط 10 نقط 10 نقط، والجمهور بيحييك ال10 نقط دول. يا رب يا رب، كل جمهور بيدعي بيقول يا رب، وهنشوف السؤال هيبقى في ايه. هنخلط الورق، هنشوف السؤال في ايه. تاريخ، والسؤال هو ما هي اقدم لغه مكتوبه في العالم؟ ما هي اقدم لغة مكتوبة في العالم؟ وفاضل 5 ثواني. لبنى، إجابتك العراقية القديمة. العراقية القديمة، منى زعلت وفاطمة زعلت، هما بيتكلموا مع بعض، كان عندهم إجابة تانية. لبنى اتسرعتي، إجابة خاطئة. انتوا قاعدين متاهبين اكن يعني العشر نقط دول مضمونين ان شاء الله. مضمونين ان شاء الله. طيب اجابتك مين؟ كرولوس. اجابتك مش الهيراتيكية. كرولوس 10 نقط، اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه اللغه السومريه. النتيجه ما زالت 60 خديجه يوسف،
85 جونة دولية، ومعايا فيبرونيا. اتفضلي هنشوف فيبرونيا هتجيب ايه. فيبرونيا من مدرسة الجونة الدولية وأول عجلة حظ. اتفضلي لفة كاملة. ده لفة مش كاملة، ده لفة قوية. 10 نقط وأول سؤال للجونة. جاهزين؟ خلي بالكم لو ما عرفتوش الإجابة هتروح لخديجة يوسف. سؤال ب10 نقط جغرافيا، والسؤال هو: عند أي منطقة يدخل نهر النيل الأراضي المصرية؟ الكاونتر نازل وفاضل 10 ثواني. يعني ايه منطقة؟ مش فاهمين السؤال. مش عارف يعني ايه منطقة؟ مش فاهمين يعني السؤال. مش فاهمين السؤال؟ يوسينا اجابتك. بحيرة ناصر في السودان، في أسوان، في أسوان، بحيرة ناصر في أسوان. ما يوسينا فهمت السؤال ايه؟ بس يا يوسينا جاوبت غلط، إجابة خاطئة. عندكم إجابة ولا ما عندكوش إجابة؟ مين اللي هيدوس على البازر؟ لبنى إجابتك. الجندل الأول. الجندل الأول دي إيه دي؟ دي يعني هي جندل يعني ده أصلا. أنتوا الأربعة اتفقتوا عليها. 10 نقط مهمين، بس للأسف إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة وادي حلفة. النتيجة ما زالت 60 خديجة يوسف، 85 جونة الدولية. ودلوقتي عندنا مريم. تفضلي يا مريم من مدرسة خديجة يوسف. مريم من مدرسة خديجة يوسف، ويا مريم عايزين رقم قوي. يلا يا مريم لفة كاملة. لا لا مش ممكن، مش ممكن. لو عدت كان بقى شكر. سؤال بعشر نقط وهنشوف السؤال في ايه. قدرات ذهنية، والسؤال هو: ما الرقم التالي؟ 87، 33، 77، 44، 66، 55، 55. ما الرقم التالي؟ كاونتر نزل. وفات نص الوقت، فاضل 3 ثواني. 1. للأسف مفيش إجابة. في إجابة ولا مفيش إجابة؟ في إجابة بس تدوس على البازر. إجابتك. بس أنا ملحقتش أكمل بقية السؤال. بس مفيش. أنا جبت الفكرة. إجابة تقول إجابة. في إجابة؟ هيبقى أعتبر إجابة خاطئة. ما ينفعش. في إجابة يبقى تقول لي الرقم. الإجابة الصحيحة 66. أيوة بالظبط كده. شفت بقى؟ هو الموضوع عايز تركيز. دلوقتي آخر سؤال في الفقرة، واللي هيحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية. مريم تفضل يا مريم. مريم هنشوف مريم هتجيب إيه. مريم هتجيب إيه. آخر لفة يا مريم. خمسة وعشرين نقطة بس كده. بصوا بقى، 25 نقطة دول مهمين جدا. ليه بقى؟ لو انتوا عرفتوا تجاوبوا على السؤال والإجابة صحيحة يبقى طلعتوا لدور الثمانية. لو ما عرفتوش تجاوبوا على السؤال وخديجة يوسف خدتوا فرصتكم وجاوبتوا بإجابة صحيحة هتتعادلوا، وساعتها هنقول لكم هيحصل ايه. هنشوف هنسأل في ايه. فرون، والسؤال هو: ما هو الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم في أوسكار 2015؟ محدش يتكلم من الجمهور. 2015. كريم إجابتك. The Revenant. The Revenant. إجابة خاطئة. بصوا بقى، بصوا بقى،
خديجة يوسف، خدتوا وقتكم وفكرتوا، وده آخر سؤال. لو في إجابة و25 نقطة اتعادلتوا، مفيش إجابة يبقى في الحالة دي الجونة هتوصل لدور الثمانية. في إجابة؟ روم. روم أفندم؟ روم. روم الغرفة. قبل ما أقول مين اللي هيوصل لدور الثمانية أو يا ترى الإجابة صح ولا غلط، عايز أقول النهاردة أفضل لاعب، أفضل لاعب عندنا النهاردة كريم هاني 50 نقطة. برافو يا كريم، برافو يا كريم. رحمة قلتي داروم، وداروم على 25 نقطة، داروم إجابة خاطئة. ألف مبروك لفريق الجولة الدولية، النتيجة 85 الجولة الدولية، 60 خديجة يوسف. هارد لك خديجة يوسف. الإجابة الصحيحة لآخر سؤال، فيلم بيرد مان هو اللي حصل على أوسكار 2015. هارد لك خديجة يوسف، لعبتوا مباراة حلوة ومبسوطين إن أنتوا دايما معانا. وبكده يبقى إجمال النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 145 نقطة، وكل نقطة ب 5000 جنيه، بما يساوي 725,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 11,430,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. ألف مبروك لفريق الكرة الدولية. هارد لك خديجة يوسف، لعبتوا مباراة حلوة، وإلى اللقاء في مباراة جديدة من مباريات دور الـ16 والعباقرة. صراحة المرة دي ما زعلتش، مش زي المرة الأولى لما خسرنا أول مرة خالص في الموسم الثاني. المرة دي ما زعلتش لأن راضي عن أدائي. مبسوط قوي أكيد بعد الفوز، أو ما كناش النهاردة أحسن حاجة وما جبناش بوينتس كتيرة، بس إن شاء الله هنركز أكتر ونجيب بوينتس أكتر المرة الجاية. في الأول إحنا كنا خايفين جداً، وكمان ثقتنا بنفسنا اتهزت جداً أول ما خسرنا نيجاتيف 10، بس الحمد لله قدرنا نكمل.